انضم إلينا من الجنادرية مراسلنا خالد التميمي. خالد، يعني لو تطلعنا على صورة الأجواء اليوم الجمعة في مهرجان الجنادرية، وكيف يبدو الإقبال وكيف واكبت الخطط التنظيمية لهذا الإقبال الكثيف؟ نعم زميل عبد الرحمن، نجدد التحية والترحيب بمشاهدي قناة الإخبارية. متواجدين في مهرجان الوطني للتراث والثقافة بنسخته 32، اليوم صراحة يشهد إقبالا كبيرا من زوار هذا المهرجان. منذ بدايته لم يشهد إقبالا كبيرا مثل هذا اليوم. خلال هذه الدقائق المعدودة سوف يكون بجانبي وباستضافتي المقدم منصور أبو ثنين، ركن عمليات أمن المهرجان. أرحب بك سعادة المقدم. سؤالي لك في البداية، كيف يبدو إقبال الزوار في نهاية هذا الأسبوع؟ أول شيء أرحب بالجميع، خاصة القناة الإخبارية كما عودتنا دائما واقفة معانا في مهرجان الجنادرية. بالنسبة للإقبال، الإقبال جيد، خاصة الأيام هذه كانت أيام الأجواء لطيفة وجيدة، فكانت الإقبال جيد. وبرضو أدى الوزير الحرس الوطني أعطى الوقت الكافي من الساعة 11 الصباح حتى الساعة 11 بالليل، خاصة أن الأيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، وهذا أدى أنه يكون الإقبال أكبر من السنين الماضية، وهذا أعطى أنه يكون في تنظيم جهد أكبر، والترتيب كان أكثر وأكبر من اللي كان حاصل أول. طيب سألتك سعادة المقدم عن كيف تبدو الخطة التنظيمية لاستقبال زوار هذا المهرجان؟ طبعا كانت هنا خطة تنظيمية من قبل المهرجان بفترة كافية، كان فيه تنظيم مع الأمن العام، هو المرور الطرق حتى وصولهم إلى المهرجان، وقام الحرس الوطني بجميع ما داخل المهرجان هنا، تنظيم الداخلي بالسعب الحالات، الفرق الإسعافية، شارك الهلال الأحمر، أعطى جميع راحة الزوار بكل شيء هنا موجود بالمهرجان. برضو إضافة إلى وفرنا المواقف الداخلية والخارجية، وبرضو مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، كم أكدنا على الموضوع هذا بالاحتياجات الخاصة، توفيرهم وصولهم إلى المهرجان وإسعادهم مثل أي شخص موجود بالمهرجان. سعادة المقدم، سؤالي الأخير لك، لو كان هناك يعني عدد معين أو إحصائية معينة لعدد الزوار هذا المهرجان يعني؟ والله الأعداد كل يوم بزيادة، يعني خاصة اليوم الجمعة يكون الأعداد أكبر، تتجاوز يعني تقريبا فوق المليون، بس الأيام العادية كلها يعني تقريبها مع مثل الجمعة إن شاء الله. سعادة مقدم منصور أبو ثنين، ركن عمليات أمن المهرجان، يعطيك ألف عافية، وسعيدين بتواجدك معنا. الله يسلمك، وشاكرين لك وشاكرين اللي خلف الكواليس. نعم زميل عبد الرحمن، هذا كان بعض ما لدينا من هنا من داخل هذا المهرجان. أعود إليك في الاستوديو، تفضل. نعم مراسلنا خالد التميمي، شكرا لك على هذه التغطية الحية لمهرجان الجنادرية، شكرا كذلك لضيفك الكريم.